التأهل نتأهل للدور الربع النهائي في مونديال قطر 2022. هنيئا لأسود الأطلس، هنيئا للوطن، هنيئا لجنود المنتخب الوطني الذين لمعوا هناك في قطر. مبروك علينا، مبروك علينا. التألق يتواصل يا أبناء وليد الرقراقي. زميل سعيد، لا يعني فرحة استثنائية في كل مكان. مبروك علينا. الجماهير المغربية تسعد من طنجة وتطوان إلى الرباط إلى الحسيمة وصولا لأقادير، العيون الداخلة في كل ديار المهجر. فرحة استثنائية مغربية بعبور رفاق وأصدقاء، ولا أقول أبناء، وليد الرقراقي للدور ربع النهائي. إنجاز يرتقي لمرحلة الإعجاز. We are the dreamer كما قالوا في أغنية المونديال. وبما أن وليد أنه فعلا رفع التحدي وسقف كذلك تاع الطموح بالنسبه صحيح. ليس فقط للاعبين المغاربه ولكن الجماهير المغربيه، ولات كتشوف كتقول لي مالا اننا حتى حنا نفوز بكاس العالم ان لم يكن في هذه الدوره في دورات مقبله. قال لنحلم ما يقوم به وليد الركراكي على مستوى الدعم النفسي، على مستوى رفع المعنويه، تغيير الذهنيات، شيء اللي هو مهم. وحتى في القران صلى الله سبحانه وتعالى يقول وين يعلم الله وفيقكم بكم خيرا يؤتيكم خيرا. ديروا النيه، قال ديروا النيه ودرناها. غيروا العقليه غيرناها. حسن الدرابو غالي والدراري بذلوا الغالي والنفيس، وهم بعضهم يعاني من إصابات وإرهاق بدني وحاولوا وجاروا. وأنت لعبت في إسبانيا وتعرف الاستحواذ على الكرة، المهارات الفنية الإسبانية، رغم ذلك قاومنا بشراسة.